اهلا واضح، انا توني ماهر. وانت مخيبك ايه؟ انا قعدت الدانتيلا وجبت البشمنت الليلة والجلاديتر ساندر من المخزن. الشغلانة التانية يا بكس، سلمت مخزن السلاح بتاع العوائلة. تنتوسي غريب قوي. انا قبل ما بنزل من البيت لازم اامن ان انا اقفل كل الكهرباء اللي في البيت والميه والغاز. اصحابي مستغربوا منها جدا، اللي هو عادي يعني الناس بتسيب الحاجه، لان انا قاعد لوحدي فبيجي لي ايه ساعات وسواس كده ان ممكن حاجه تحصل يعني، فبروح قافل كل حاجه ليها دعوه بالكهرباء او الميه او الغاز. اختار عم دهب، راجل حكيم كده وفاهم فلوسه بيوديها فين. كلها ملابس قديمة، أبحث منذ 40 عاما. عم دهب بحب البيت قوي، بحب قعدة البيت. الناس بتفتكر ان انا بحب الخروج وبحب السهر وكده، بس انا في الوقت اللي ببقى قاعد فيه يعني من التصوير بحب اقعد في البيت. ثقتي في نفسي يعني، بحب قوي ان انا يعني من قبل ما ادخل حتى الكارير وانا واثق في نفسي واثق انه ده طريقي يعني، فاتمنى انه ده يفضل طول الوقت. نفسي انط من طياره اللي هو بيسموها ايه، اللي هي اي نطه من طياره يعني، بس غير بتاعت رامز جلال يعني. بعد نص ساعه او ساعه من غير ما اتكلم خالص يعني، حتى خطيبتي في الاول كانت يعني ازاي يعني، لا اصحى وكلمني وانا هكلمك وبتاع، وبعد كده فهمت ان انا لازم اخد نص ساعه لساعه من غير ما اتكلم خالص، وبعد كده اقوم اعمل نسكافيه وبعد كده ابتدي بقى اتعامل يعني. من اسعد الايام في حياتي انه مثلا مع اول عرض لمسلسل رحيم مثلا، مكالمه والدتي ليا دي كانت حاجه، وقد ايه انها كانت يعني فخوره بيا في الوقت ده او في اليوم ده يعني. طبعا هي فخوره بيا طول الوقت، بس يمكن دي يعني كان اليوم كله سعيد بالنسبه لي. يلا يا بص اتكلي على الله. ها خليني ساكت، خليني ساكت يا بتاعت الكليبات. حكايه الكليبات دي ان حد يمد ايده على واحده ست، ان حد يمد ايده على حيوانات، انه اقعد امدح في ناس معينه مده طويله جدا بس لاني عايزهم يشغلوني او عايزهم يخلوني معاهم في الكارير يعني، وانا بكره هذا يعني، ده مخجل بالنسبه لي يعني. ثانك يو واضح.